أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. على المدى الكرد والسنة يحملون القوى الشيعية يحملونها مسؤولية عرقلة الكاظم. العرب اللندنية جهات نافذة في بغداد تساوم أكراد العراق بملف الرواتب. الزمان، أربيل تطالب بغداد بإلغاء قرار إيقاف رواتب موظفي كردستان. وعلى موقع كتابات، مقطع صوتي مسرب يتهم نائبا بالفتح بتهريب المجرمين والنفط. القدس العربي، مسؤول كردي أو مسؤول كوري جنوبي، كيم جونغ أون على قيد الحياة وبصحة جيدة. على العربي 21، إيطاليا تبدأ رفع إجراءات العزل بسبب كورونا اعتبارا من 4 مايو. على العربي الجديد، ضربات جوية للاحتلال الإسرائيلي تستهدف الميليشيات الإيرانية في سوريا. التغيير في بلدان الكرة الأرضية ألوان، والحكومات أيضا، وإذا كان تاريخ الثورات في العالم قد عرف الأبيض والأزرق والأخضر والأحمر، فإن بعضا من جهابذتنا قرروا أن يكون الأسود لونا معتمدا للتغيير الذي حدث في العراق عام 2003، وذلك من خلال محاولات لا تتوقف للتشكيك بأهلية العراقيين وبأنهم مجموعة من سكان الكهوف لا يجوز تعريضهم للضوء. اليوم نجد من يطرح أيضا التساؤلات الخبيثة حول حاجة وجود البلاد أو حاجتها إلى رجل قوي، أو مثلا بقاء عادل عبد المهدي. جاء ذلك في مقال بصحيفة المدى للكاتب علي حسين نشرته الصحيفة، نتابع سويا. تخبرنا تجارب الشعوب أن أكثر من 10 رؤساء تغيروا في أمريكا منذ منتصف القرن الماضي، وانتقلت فرنسا من الديغولية إلى الاشتراكية إلى الوسطية أكثر من مرة، وخرج من الحكم زعماء في بريطانيا بحجم ماكميلان وتاتشر، ولم تقم تظاهرة في نيويورك أو باريس أو لندن، ولكننا في العراق نجد من يصر على أن الأمم تذهب مع ذهاب جهابذتها مثل عادل عبد المهدي. أعطى العراق في ظل ساسة الطوائف مثالا سيئا لضعاف النفوس، لم يعد الولاء للخارج مخجلا ولا خيانة، لم تعد الشعارات المثيرة للأحقاد والضغينة جريمة، وبدل نداء الأوطان وواجبات الوطن أصبحنا نرى ما يفضل نداء الغرائز والوحشية على لغة التسامح والمودة الذي حدث بعد 17 عاما من التغيير. هو أن الناس وجدوا أنفسهم يعيشون في ظل استعمار وطني تم من خلاله الاستيلاء على البلد سياسيا واقتصاديا، وإخضاعه بالقوة وشل إرادته الاجتماعية ونهب ثرواته وفرض سلطات تعطل إمكانات النمو وحرية التفكير. وهذا هو الخطر الحقيقي وليست الديمقراطية، لأن الأنظمة الحديثة نزعت القداسة والبطولة عن الحاكم، لم يعد خالدا ولم يعد مغوارا، فنحن لا نريد أن نؤمن بأن المسؤول موظف عمومي يدير مؤسسات الدولة في فترة انتخابه ويغادر من أجل شخص آخر لديه قدرات وطاقات جديدة. اليوم صار هناك أباء للقتل وزعماء لعصابات الجريمة، ووجدنا من يغامر بمستقبل الوطن وينسف آمال المستقبل، ولم تبقى هناك ضوابط اجتماعية وأخلاقية، فقد انتقل ساستنا المتقاتلون على الكراسي إلى مذاهبهم وقبائلهم وطوائفهم، ولم يعد يهمهم أن يبقى الوطن واحدا إذا كانت في تعدد الأوطان زيادة في الأرصدة والامتيازات. اليوم الشعوب تقدمت بفضل سعي مواطنيها إلى نزع أقنعة القداسة عن المسؤول والسياسي، وتخلصت من أوهام تربط الحكم بالقوة والأمان بتحويل الشعب إلى مخبرين ووشاة، وكذلك الأمان
بتحويل هذا الشعب إلى مخبرين ووشاة والعدالة في فتح أبواب الانتهازية على مصراعيها. في العرب اللندنية نتابع، في حال كان مطلوب أو كان مطلوبا إنقاذ العراق سيتوجب على الأحزاب العراقية خصوصا الأحزاب الشيعية القيام بنقلة نوعية والتفكير في مستقبل البلد وما إذا كان يمكن الفصل بين مصالحه ومصالح النظام في إيران. هل مثل هذا الفصل وارد أو هل مثل هذا الفصل وارد أم لا؟ أم أنه بمثابة مهمة مستحيلة في وقت تفكر الإدارة الأمريكية الحالية في الانتقال إلى مرحلة تنظم فيها مستقبل العلاقات بين واشنطن وبغداد؟ مقال للكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية، نتابع. لم يعد سرا أن مصطفى كاظمي رئيس الوزراء العراقي المكلف يواجه صعوبة في تشكيل حكومة تكون في مستوى المرحلة التي يمر فيها العراق والمنطقة والعالم كله. هناك أحزاب عراقية تريد تناتش ما بقي من العراق، رافضة أن تأخذ علما بأن البلد الغني جف ضرعه بعد عملية نهب منظمة منذ العام 2003. لا حاجة إلى تأكيد كم كان العراق مهما بالنسبة إلى تحديد مستقبل المنطقة، إن بسبب ما يمتلكه من ثروات متنوعة أو بسبب موقعه الاستراتيجي كان كافيا سقوط العراق تحت الاحتلال الأمريكي في عام 2003 وسقوط الحدود بينه وبين إيران كي يسقط النظام الإقليمي دفعة واحدة. كان العراق أحد أعمدة هذا النظام الإقليمي الذي انهار بمجرد إزالة أمريكا الحدود بين العراق وإيران وتسليم بغداد على صحن من فضة إلى طهران. يختزل العجز عن إقامة نظام جديد يتمتع بمؤسسات صلبة سلسة التحديات التي تواجه الكاظمي في مواجهة وحوش السلطة والمال. فوق ذلك كله عليه أن يأخذ في الاعتبار حاجة إيران التي استثمرت إلى أبعد حدود في العراق إلى ورقة الإمساك بأي حكومة تشكل في بغداد بغية المحافظة على قدرة التفاوض مع الإدارة الأمريكية في المرحلة المعينة. من بين ما هو متداول في واشنطن أن الإدارة الأمريكية تفكر في التفاوض مع العراق فيما يخص مستقبل الوجود الأمريكي بما في ذلك الوجود العسكري في هذا البلد، أكثر من ذلك تريد الإدارة البحث جديا في مستقبل الجيش العراقي وهل سيكون هو القوة الوحيدة المسلحة في العراق أم أن الحشد الشعبية سيظل قوة رديفة بل القوة الحقيقية على غرار الحرس الثوري في إيران. تعمق الخلافات بين الكتل الشيعية والسنية ينذر بفشل مهمة الكاظمي وحل البرلمان أحد الخيارات. جاء ذلك في تقرير جاء فيه أن فشل المكلف بات محتملا. أثير تساؤل مشروع وهو ماذا بعد ذلك؟ فهل أن الخيار في الترشيح يبقى بيد الكتلة الأكثر عددا؟ وهل أن المكون الشيعي سيبقى مستمرا بالمسؤولية عن ذلك؟ أم أن الحق سينتقل إلى رئيس الجمهورية فيكون حق التكليف والترشيح بيده؟ ينذر الخلاف الشيعي على الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بفشل مهمة الأخير في تأليف حكومته والالتحاق بمصير سلفيه محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، الأمر الذي يعقد المشهد السياسي أكثر في ظل سلسلة أزمات صحية واقتصادية ومالية تعصف بهذا البلد المثقل بالصراعات. إصرار الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية على عدم التفريط باستحقاقاتها الانتخابية وحصصها في المناصب التنفيذية يضع المكلف الجديد بين طريقين لا ثالث لهما، إما الرضوخ لرغبات الكتل وهذا يعني تمرير حكومته بسلاسة في البرلمان أو التمسك بالشرطين اللذين وضعهما في آلية اختيار مرشحي كابينته الكفاءة والنزاهة
ليلتحق بمصير علاوي والزرفي. السؤال الأكثر طرحا في هذه المرحلة يدور حول ماذا بعد اعتذار الكاظمي عن المضي بمهمته، ومن ستولى اختيار مرشح جديد، أم أن البلد قد يواجه خيار حكومة الطوارئ وحل البرلمان على يد رئيس الجمهورية برهم صالح. وبشأن الحالة القانونية التي تجيز حل مجلس النواب، يحق لمجلس النواب أن يدعو إلى انتخابات مبكرة ويحل نفسه على هذا الأساس، ولا صلاحية لرئيسي الجمهورية والحكومة لحل مجلس النواب. على القدس العربي نتابع إزاء الواقع المالي وكذلك النقدي المرير. أشاد رئيس وزراء لبنان بالقرار التاريخي الذي اتخذه مع فخامة رئيس الجمهورية بتكليف شركة دولية حيادية بالتدقيق الحسابي في مصرف لبنان. خصوم الرئيسين عون ودياب المتضررون من القرارات الراديكالية أو المتضررين من القرارات الراديكالية التي اتخذها مجلس الوزراء بادروا إلى الرد على دياب بقسوة. أبرز المتضررين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، اتهم خلفه بتصفية النظام الاقتصادي الحر وتبييض صفحة العهد والوجوه والأموال والمسروقات، ثم ركوب موجة المطالب الشعبية من دون التمكن من تلبيتها. مقال للكاتب عصام نعمان في صحيفة القدس العربي، نتابع سويا. أخيراً فجرها حسان دياب رئيس حكومة لبنان. أعلن مواقف وإجراءات راديكالية غير مسبوقة ترتقي بمضمونها إلى مستوى انقلاب هو الأول من نوعه في تاريخ لبنان المعاصر. فمن سدة السلطة حمل خصومه السياسيين ممثلين بشخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مسؤولية الانهيار المالي والنقدي الحاصل، متوعدا الجميع بأن الدولة ستضرب بحزم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لم يحمل دياب أركان الشبكة الحاكمة المسؤولية عن استشراء الفساد والإهدار خلال السنين الثلاثين الماضية. ركز على حاكم مصرف لبنان كونه مسؤول عن السياسة النقدية التي تسببت بتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية حتى بات الدولار الواحد يساوي أكثر من 4000 ليرة، ولا من يجرؤ على أن يحدد له سقفا. ولأن رياض سلامة ليس وحده مسؤولا عن الانهيار المالي والنقدي، فقد دعاه دياب ليخرج ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة، ولماذا يحصل ما يحصل، وما هو أفق المعالجة، وما هو سقف ارتفاع الدولار. لا يخفى على الرئيس دياب وشركائه في القرارات الراديكالية المعلنة أن خصومهم السياسيين المتضررين ليسوا ضعفاء. لا يخفى على الرئيس دياب وشركائه في القرارات الراديكالية المعلنة أن خصومهم السياسيين المتضررين ليسوا ضعفاء، لا في الشارع ولا في مؤسسات السلطة، وأنهم سيحاولون بشتى الوسائل الحؤول دون إقرار مشاريع القوانين الرامية إلى استعادة الأموال المنهوبة وملاحقتهم جزئيا، وأن لا ضمانة لقيام مجلس النواب بإقرار القوانين الراديكالية المطلوبة. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن مخاوف الجمهوريين من خسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب الطريقة التي أدار فيها الرئيس دونالد ترامب أزمة وباء كورونا الذي انتشر في البلاد، ووقفه المؤتمرات الصحفية. وفي التقرير الذي أعده جوناثان مارتن وميغي هيبرمان، قالا فيه إن الطريقة السيئة التي أدار فيها ترامب أزمة فيروس كورونا والوضع الاقتصادي السيء وتراجع شعبيته جعلت الجمهوريين في حالة ريب بسبب احتمال خسارة الرئاسة ومعها مجلس الشيوخ. نتابع. إن الميزة التي يتمتع بها ترامب على منافسه جو بايدن هي الوصول إلى الرأي العام والتنمر على الجميع، وهي ميزة أصبحت مصدرا للخراب. فقد أصبحت المؤتمرات الصحفية اليومية التي يعقدها حول فيروس كورونا سببا في تدمير مواقفه السياسية.
ويرى مسؤولون في الحزب أن تصريحاته حول المطهرات ستكون نقطة تحول. وقال مسؤول استطلاعات الرأي الجمهوري غلين بوغلر إن الصورة أصبحت كئيبة جدا لترامب اليوم مقارنة مع صورة قبل أزمة وباء كورونا. وقال بولجر مع استمرار انهيار الاقتصاد بات الجمهوريون يواجهون مناخا أكثر تحديا، وهو تحول كبير عما كنا عليه قبل عدة أشهر. وأصبح الجمهوريون أكثر غضبا، وعادة ما فسر المستشارون والحلفاء نوبات الغضب التي تعتري الرئيس في أثناء لقاءاته الصحفية بأنها نتائج لأحداث خارجية مثل التحقيق الذي استمر عامين بعلاقة حملته الانتخابية بالتدخل الروسي. وقال النائب الجمهوري عن أوكلاهوما توم كول إن على الرئيس تغيير نبرته وتقديم رسالة أبعد من الحديث عن مظالمه، مؤكدا أنه ليس لدى ترامب سوى الغضب وأنه ضحية. وبدا التحدي واضحا بعد تقديم 26 مليون أمريكي طلبات إعانة بعد أن قالوا إنهم فقدوا أعمالهم ويحتاجون إلى المساعدة الحكومية. وتظهر استطلاعات الرأي الجديدة أن ترامب خسر شعبية واسعة في ميشيغان وبنسلفانيا وفلوريدا. تتساءل صحيفة نيويوركر في تقرير لها أين كيم جونغ أون؟ تتردد أحاديث عن وفاة دكتاتور كوريا الشمالية وأنه في النزع الأخير. وتحدث التقارير عن إرسال الصين وفدا من الأطباء البارزين للإشراف على علاج دكتاتور كوريا الشمالية وسط أنباء متضاربة عن حالته الصحية بعد اختفائه من المشهد العام قبل أسبوعين. تواصل وكالة الأنباء الكورية كي سي أن إي الرسمية بث نشاطاته، ولكن لم تنشر له أي صورة رسمية منذ 11 من نيسان أبريل. ونشر الشبكة سي أن أن الأمريكية خبرا الأسبوع الماضي قالت إنه في حالة خطرة بعد عملية القلب التي أجريت له، وهو ما أكدته صحيفة يابانية إذ قالت إنه ميت دماغيا بعد العملية الفاشلة، خلافا لما أورده موقع في كوريا الجنوبية عن تعافيه في منتجع وونسان. وغاب كيم عن عطلة مهمة يوم السبت احتفالا بإنشاء القوات المسلحة وعدم دقة الأخبار التي تتحدث عن اختفاء مسؤولين دون أي سبب أو إعدامهم ليظهروا مرة أخرى بعد أشهر، يعني أن كوريا الشمالية تحتاج إلى خطة طارئة للوراثة. ففي ضوء وباء كورونا الذي يجتاح العالم قد يكون غياب كيم مرتبطا به، مع أن البلاد لم تعلن عن أي حالة إصابة بالفيروس. وتقول سويمي تيري محللة شؤون كوريا الشمالية سابقا في CIA لو حدث شيء فستكون كيم يو جونغ الوريثة، مضيفة أن قبول النخبة الكورية الحاكمة بامرأة كرئيسة يظل سؤالا مفتوحا على التكهنات. وبحسب تقارير غير مؤكدة فقد مات كيم بعد وصول الوفد الصيني الذي تأخر لإنقاذه من عملية جراحية فاشلة في القلب. وفي رواية فإن عملية إدخال دعامة في القلب فشلت لأن يدي الطبيب الكوري كانتا ترتعشان بشدة. قال زعماء مختصون في المستحدثات أو في المستحثات أن أبحاثهم أو أبحاث قادتهم للاعتقاد بأن منطقة كيمكيم الصحراوية قادتهم هذه الأبحاث للاعتقاد بأن منطقة كيمكيم الصحراوية جنوب شرقي المغرب والتي كانت تعيش بها أخطر الحيوانات المفترسة هي أخطر منطقة عرفها كوكبنا على الإطلاق. عاشت بهذه المنطقة حيوانات مفترسة كالديناصورات وتيراصورات وحيوانات أخرى تشبه التماسيح، لكنها أشد فتكا منها، بمعنى أن الخطورة كانت في كل مكان في البر والماء وحتى السماء باعتبار أن التيراصورات زواحف طائرة. وقال الباحث الرئيس في الدراسة الدكتور نزار إبراهيم من جامعة ديت روميرسي الأمريكية في تصريح للجزيرة نت
إن الدراسة مستفيضة وبها تفاصيل دقيقة وجاءت في 216 صفحة. وأضاف: استعرضنا في الدراسة جميع الحيوانات المفترسة التي عاشت في المغرب قبل نحو 100 مليون عام، واعتمدنا في ذلك على الدراسات التي شاركت فيها شخصيا ودراسات أخرى لعلماء معروفين، وذلك خلال 100 سنة الماضية، لأن منطقة كمكم عرفت اهتماما كبيرا منذ زمن. نشاهد سويا الرسوم الكاريكاتورية. إلى صدى أقلام جديد، نلقاكم بإذن الله. شكرا للمتابعة.